والى اليمن حيث طالب التحالف العربي بوضع ميناء الحديده تحت اشراف الامم المتحده بعد مقتل عشرات اللاجئين الصوماليين قباله السواحل اليمنيه. واكد التحالف في بيان الله انه غير مسؤول عن الهجوم الذي تسبب بمقتل اكثر من 42 لاجئا يوم الجمعه الماضي. وان قواته لم تطلق النار في منطقه الهجوم ونقلت وكاله الصحافه الفرنسيه عن مصادر طبيه قولها ان الاثار الموجوده في اجساد الضحايا تبين ان الهجوم نفذ باسلحه خفيفه